مساء الخير على الجميع، مساكم الله بالخير كل من يتابعنا في هذه الساعة. ومن الساعة الخامسة ننطلق كالعادة المعتادة في برنامج من وطني، خميس جمعة سبت. ومن خلال هذه الساعة نتقدم لكم بأكيد مواضيع كثيرة وضيوف أعزاء جلال كرام مميزين يتواجدون في هذا البرنامج لتسليط الأضواء عليهم بشكل أكثر فأكثر فأكثر لتميزهم تبارك الرحمن في الكويت وفي المحافل الدولية. اليوم راح يكون ضيوف اثقال موجودين إن شاء الله في هالبرنامج مثل ما تعودتوا مع ضيوفنا السابقين. خلونا بالبداية راح في الزملاء في هذه الحلقة. عبد الكريم حياك الله. حياك الله محمد، مسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي بدور، حياك الله، مسي على السادة المشاهدين ومشاهدي قناة كويت سبورت. واليوم برنامج من وطني، وبالفعل مثل ما تعودنا دائما في كل حلقة يكون معانا ضيوف متميزين وموضوعات متميزة. بالنسبة لفقرتي إن شاء الله راح نتطرق إلى كل ما يخص مجال ذوي الإعاقة والمبدعين في هذا المجال. واليوم إن شاء الله فقرتنا بذوي الإعاقة راح يكون معانا ضيفة متميزة، حلت ضيفة على دولة الكويت في هذه الأيام للمشاركة بفعالية مهمة جدا، وهي من المختصين في مجال ذوي الإعاقة في دولة قطر الشقيقة. راح نتعرف بعد شوي إن شاء الله. بعد ما نرحب زميلتنا بدور، حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك، الله يحييك عبد الكريم ويسعد لي مساك. حياك الله بدور، يا هلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم مشاهدينا الكرام بكل خير. حلقة جديدة من برنامج من وطني، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناة كويت سبورت. نحييكم من دولة الكويت أينما كنتم في هذا البرنامج المنوع واللي سلط الضوء على شخصيات أكيد مميزة ومتألقة من وطني الحبيب. لكم الفائدة والإفادة والمتعة إن شاء الله من خلال برنامجنا اليوم، حياكم الله. بلا شك أكيد إخواني يعني رياضيين في الكويت لهم تميز ولهم حضور ولهم مراكز متقدمة، واليوم حقق لاعب منتخب الكويت حامد سليم المركز الأول في بطولة ألمانيا الدولية في سباق 400 متر تبارك الرحمن، مسجلا رقم شخصي جديد وهو 47.38 ثانية ضمن خطة الإعداد في معسكرة بألمانيا. يعني شيء جميل ما شاء الله لحامد، وأكيد هذه الصورة احنا فعلا قاعد نشوفها على الهواء ورفع علم الكويت. ويا أخي رفع الإيقاف سوى شيء بقول لك إياها. الأسبوع اللي طاف لما احتفلنا في أو تقريبا اللي قبله لما احتفلنا في رفع الإيقاف راهنا وقلنا الشاب الكويتي الرياضي والبنت الكويتية الرياضية رقم صعب وراهنا عليهم. إن شاء الله مجرد رفع الإيقاف راح تنطلق هذه الإبداعات، راح تنطلق هذه الإمكانيات. صحيح. وراح تكون بالفعل في مصاف في الدول المتقدمة إن شاء الله للتتويج على منصات التتويج في مجال كذلك. عبد الكريم عشان نكون منصفين، يعني عيال الكويت أبنائنا وبناتنا للأمانة قبل لا يرفع الإيقاف وهم محققين إنجازات وبطولات ورافعين اسم الكويت عالي وماخذين الصفوف الأولى. لكن رفع الإيقاف بلا شك يعني أكيد يوثق هذه أكثر طبعا المراكز، وكذلك يعني ممكن اللاعب يمارس اللعبة بأريحية. صحيح أكثر. صحيح. والدافع يكون أكبر. نعم، وهناك أمثال كثيرة يعني بالمناسبة هذا شيء جميل بعد رفع الإيقاف. نعم. نشوف بنت كويتية تحترف في لعبة كرة القدم خارج البلاد. صحيح. وهي حصة الفلشاوي. نعم. وفي ذلك طبعا تعتبر هي أول بنت كويتية تحترف في نادي النصر الأردني، فنبارك لها هذا. نعم. الاحتراف. وهذا إنجاز أكيد يحسب للاعبة كرة القدم. الله، لاعبة كرة القدم جميل ها، وكويتية الطاير. يا سلام، يا سلام، ان شاء الله. اكيد في امثله كثيره مثل ما قالت بدور في عيال المسوي يعني في الكاراتيه، يمكن محمد وسلمان في لقاء سابق كانوا ويانا، ولد القلاف ايضا. صحيح. في فريق الاطفاء طارق القلاف وغيره بعد ما شاء الله. طارق القلاف. نعم. عندنا احمد نقل مطيري. صحيح. ما زال الرقم الكويتي مسجل الى الان اولمبي باسم الكويت، كسر الرقم الاولمبي ما شاء الله. والاسماء كثيره طبعا يعني في المنتخب الكويتي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين، سجل أرقام أولمبية ما زالت مسجلة إلى الآن. نعم. لم تكسر باسم دولة الكويت، وإن شاء الله ما راح تنكسر، وإذا بتنكسر يكسرونها شباب الكويت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا نرد نقول يعني متفائلين ومستبشرين خير، ومع الرفع ولا من غير الرفع نرد نقول عيالنا مبيضينهم ومبصرين. هذا هو الكويتي. إذن مشاهدين الكرام عندنا تقرير مجهزين لنا فريق الإعداد نتعرف عليه أكثر. بعد هذا التقرير نرجع لكم مع ضيوف كرام أكيد اتركوا أثر في برنامج من وطني.
فقرتنا اليوم مع ضيفة قصة نجاحها بدت من حلمة بين الأهل والأصدقاء لما تحقق هذا الحلم وصار عندها هذا المشروع مع الأطفال اللي سبب لها النجاح والشهرة الواسعة. خلينا نتعرف أكثر على ضيفتنا منى المزين. مسمونة عجيبة خلتنا ندخل هالنادي. أنا وايد مستانسة لأن مسمونة معي بالنادي. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير مع ضيفتنا المميزة منى المزين. منى أحب أرحب فيك بالبداية. يمكن أول سؤال أفكر فيه، شلون جت لك الفكرة هذه؟ أول شيء مساء الخير، شكراً تلفزيون الكويت على الاستضافة الجميلة. جت الفكرة، أنا أحب الأطفال وأحب دراسة مخ الأطفال، وبعدين عقبها بالجامعة هم درست عن الطفل والمراهق وطبقت الفكرة هذه بين الأهل والأصدقاء، والحمد لله مثل ما تشوفون اليوم أكثر من 180 طفل. إذن شنو الصعوبات أو التحديات اللي واجهتيها في البداية وما زلت تواجهينها بشكل يومي؟ والله المسؤولية، يعني الواحد ناس أمانة برقبته وكذي، بس الحمد لله عندي ستاف مميز وخطة جيدة وماشين عليها، فالحمد لله. أكيد في صعوبات بس إحنا إن شاء الله نقدر نتخطاها. إذن شلون تتحكمين بالأطفال، يعني ما يسببوا لك شوية ربكة أو خوف عليهم؟ لا والله، أنا الطفل المشاغب أحبه أكثر من الطفل الهادي. أنا أدرس سلوك الطفل وأقوم سلوكه وأنمي مهاراته بنفس الشيء، عشان كذي عندي ستاف يمكن شفتوهم بالتقرير وايد الصغار، عشان هم أغلبهم مراهقين، عشان أبي أنمي مهاراتهم وأقوم سلوكياتهم مع سلوكيات الطفل، فالحمد لله. يعني عارفين أكثر عن مشروعك، يعني شنو الفكرة وراءه؟ فكرتي وهدفي ورسالتي حق الوطني والمجتمع الوطن العربي كله، أن الطفل عنده قدرات بس يحتاج من يطلعها وينميها. فعشان كذي أنا قاعدة أسوي برامج مختلفة ورحلات مختلفة فيها تنمية حق الطفل والمراهق. شنو القدرات اللي قاعد تحاولين تنمينها يعني أو مركزة عليها بشكل أكثر؟ الثقة، إن الواحد يعتمد على نفسه ويكون واثق من نفسه عشان يقدر يواجه المستقبل وحياته. إذا شلون تشوفين ردة فعل الأطفال اللي قاعد تشتغلين معاهم أو الأهل لحد الآن أو ذوي الأطفال يعني؟ والله الأهل مستانسين، وايد ناس تقول لي ولدي قام يشارك، ولدي قام ينزل بروحه مثلا الجمعية، ولدي قام يتكلم من غير ما يرتبك وكذي، فالحمد لله ردود الأفعال وايد جميلة، وإن شاء الله الله يوفقنا ونقدر نسوي باقي الأشياء. في سلوكيات معينة قاعد تحاولين تعالجينها من خلال هذا البرنامج؟ الثقة بالنفس مع السباحة والغوص، فهذا الواحد الماي مو أي أحد يقدر يطب فيه أو يقدر يعيش، فالحمد لله إن إحنا خلينا يتعايش مع الموضوع وقاعد ندربه ونعلمه عشان يقدر يمارسها برا مو شرط عندنا. إذا شنو الخطوات اللي تسوونها لما يلكم مثلاً طفل عنده انعدام ثقة بالنفس أو خوف، شنو الخطوات اللي تاخذينها عشان تنمين في الثقة هذه؟ أول شيء إحنا متعاونين مع مركز متخصص، هم اللي قاعد يساعدونا على تدريب مدربينهم والكابتنز، عندهم ما شاء الله وايد ومتخصصين، فسوينا وياهم تعاون عشان يدربون الطفل ويخلونه ما يخاف من الماء. يبدي أول شيء من الجهة اللي غير عميقة للعميق، بعدين إن شاء الله راح نطلعهم البحر. زين شنو مخططاتك بالنسبة لمستقبل الأطفال هذه الموجودة أو يعني حق مستقبل الأطفال اللي راح تشارك، يعني في مخططات زيادة أو يعني مشاكل سلوكية زيادة تبي تعالجينها؟ إيه إن شاء الله، راح الخطة المستقبلية راح ناخذ أكثر من 1000 طفل، وراح يصير عندنا مركز أكبر من كذي، وإن شاء الله راح نساعد كل طفل وكل مراهق وكل ولي أمر إنه يعالج سلوكه. ودنا نتكلم أكثر مواضيع الدورات اللي أنت قاعد تقدمينها أو قدمتيها. أنا أتعامل أكثر شيء مع مدربين متخصصين أو مدربين معتمدين. سوينا دورة تشريح أحياء بحرية، وسويت دورة كون شجاع للطفل اللي يواجه تنمر، سويت نادي صيفي متكامل، وسويت أغلب الأشياء تكون علمية وتربوية بنفس الوقت، دورة أساسيات الرياضيات،
دورة لغات، دورة إنجليش، والجانب الترفيهي إن إحنا نوديهم مثلاً فيلم معين ونخليهم يرسمون شخصيتهم الخيالية وبعدين نطبقها على أرض الواقع. يعطيك العافية ونشكرك على تواجدك معنا وعلى الفكرة المميزة. شكراً، ألف شكر لكم، حياكم الله. عودة جديدة وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في المتابعة في هذه الدقائق من برنامجنا من وطني. مشاهدينا الكرام، مثل ما تكلمنا في مقدمة الحلقة أنا والزملاء، أن دائما نبحث عن التميز ونبحث عن الموضوعات المتميزة ونبحث عن الضيوف المتميزين اللي بالفعل يوصلون القضايا المتميزة من خلال برنامج من وطني، وبلا شك تحل إحدى هؤلاء المتميزات ضيفة، وهي مي ضيفة والله، هي من بلدها إلى بلدها ومن وطنها الأول إلى وطنها الثاني من دولة قطر الشقيقة. نرحب بالدكتورة هلا السعيد، صاحبة ومؤسسة مركز الدوحة الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وما شاء الله هي ناشط و مستشار في منصة بيفون لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وشغلت وما زالت تشغل العديد من المناصب في هذا المجال الإنساني، مجال قضايا ذوي الإعاقة، وأيضا فازت في عام 2017 بجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية التي تقدم من مركز الخرافي للأطفال المعاقين في دولة الكويت. نرحب باسمكم جميعا بالدكتورة هلا السعيد، حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا كريم، وبصراحة سعيدة جدا الله يحفظك أن أكون متواجدة معك، وأنت بالذات يعني تتكلم أنت عن التميز، وأنا برأيي التميز أنت فيك، ويعني ما شاء الله عنك ببرامجك ودائما على طول متجدد ودائما على طول بتعطي الأمل والتفاؤل. طول عمرك، وشهادة لما تأتيني يعني من قامة بحجمك دكتورة أنا أعتبرها وسام على صدري والله العظيم. الله يحفظك، حللتي أهلا وطأتي سهلا في بلدك الأول الكويت. حضورك اليوم إن شاء الله يعني خلال اليومين اللي طافوا المشاركة تقريبا في التنمية المستدامة. أيوة. دورات التنمية المستدامة، أخذت برنامج في التنمية المستدامة لأنه أكيد التنمية المستدامة هي مهمة بجميع أعمالنا. صحيح. وعلى أساس أنك أنت دائما بتفكر للمستقبل والأشياء الاستمرارية وال الاستدامة في الشيء، فكان كتير مهم أني أنا أول أخذت رخصة في المسؤولية الاجتماعية، وهلأ أخذت من هذا البرنامج رخصة أيضا في التنمية المستدامة. ما شاء الله تبارك دكتورة هالة، للأمانة يعني يمكن أنا شهادتي دائما مجروحة، وبالذات بالأشخاص القريبين من يعني من القلب وقريبين مني في قضية الإعاقة، وأنت يعني أحد هؤلاء الأشخاص. أنا أعرفك عن قرب، يعني أينما تحل الدكتورة هالة السعيد لازم تضع بصمة في للمعاقين في أي مجال تشارك فيه، حتى وإن كان هذا المجال ما له شغل بالمعاقين، لازم تخلق مساحة لذوي الإعاقة. طبعا أكيد يعني كون بنتك الله يحفظها من أبنائنا فئة ذوي الإعاقة، فهذا أكيد دافع الأم يعني بالدرجة الأولى، لكن اليوم لا أصبح عشق عندك يعني نشر قضية الإعاقة. فعلا عبد الكريم، أنا دائما يمكن لأني أنا بصمم مناهج وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بيساعدني أني على أي اتجاه أنا أدخل فيه أعمل برمجة لغوية للموضوع وبرمجه أنه بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. الله، فهذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، وبظن أنه ربي واقف معي فيها أنه فعلا أني بقدر أشتغل بهذا الموضوع. يعني لما أخذت الرخصة الدولية للمسؤولية الاجتماعية دغري حولت الموضوع للأشخاص ذوي الإعاقة واشتغلت على هذا الموضوع، وصممت برنامج كامل للمركز. حاليا سنة ونص صرنا عم نطبق بهذا البرنامج. صحيح. انه كيف نعلم الاولاد ذوي الاعاقة المسؤولية الاجتماعية من هن وصغار، انه كيف انا بقدر انه فعلا اشتغل على هذا الموضوع. دخلنا في العمل التطوعي ايضا، اشتغلنا على هذا الموضوع بالعمل التطوعي، اني انا الحمد لله هذا من خلال وجودك الان كمستشارة في منصة بيفول. بيفول
أنا حاليا جديد، يعني تقريبا من كم شهر مسكت اللي هو القسم اللي بيعني بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي في منصة بيفول الدولية. هذه منصة مترجمة بخمس لغات ومعترف فيها عالميا، وأهدافها سامية جدا جدا، وهذا اللي خلاني فعلا أني أدخل معهم. وأنا اللي اقترحت عليهم، اللي هو هم كانوا جايين على أساس أني أنا أدخل كتطوع في المنصة، تطوع عموما. فأنا قلت لهم ليش التطوع ما يكون للأشخاص ذوي الإعاقة؟ هم أهم من أي فئة بالمجتمع، أنه إحنا فعلا نكون متطوعين معهم. وضفت لهم أمور كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع، وضعت استراتيجية ورؤية وموضوع يعمل عملية جذب للمتطوع أنه فعلا يتطوع مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وشنو الفائدة المباشرة دكتورة مثل ذوي الإعاقة في هذا؟ هي المجتمع. أكيد الهدف الأساسي هو توعية مجتمع. صحيح. أنت بتعمل ثقافة مجتمع. صحيح. ثقافة معاق لمجتمع، مجتمع لسه في عنده اللي هو الخوف لما بتجيب سيرة موضوع ذوي الإعاقة يتخوف للعمل معه. برغم أنه هم أشخاص، لو أنت قدرت أنك أنت تصل لمفتاحه كتير سهل أنك بالضبط. تشتغل معه، تعطيه الحب والحنان وطاقات إبداعية. والله دكتورة يوجد فعلا، هن مثلهم مثل الأشخاص العاديين. صحيح. في فروق فردية بين الأشخاص. صحيح. الأشخاص العاديين في منهم من لديه موهبة ولديه. صحيح. تفوق وتميز وإبداع. أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة نفس الشيء. صحيح. إحنا دائما ننظر المجتمع مشكلته أنه إحنا ننظر إلى الكوب الجزء الفارغ منه وليس المليء. المليء. يعني إحنا لازم دائما نتطلع على نقط القوة الموجودة عندهم، ليست نقط الضعف. كثير لما بس دكتورة والله في مجال الرياضة تراوالي، يعني يمكن أنا أعرج على موضوع الرياضة لأن قبل الهوى تناقشنا أنه يعجب موضوع الرياضة. موضوع الرياضة اليوم أبنائنا من ذوي الإعاقة، يعني سواء في الكويت أو في دول الخليج العربي، قبلوا بلاء حسن ووضعوا يعني أرقام متقدمة جدا في مصاف الدول العالمية. فعلا فعلا الرياضة، لو إحنا بدنا نحكي على جزئية الرياضة وأهميتها للأشخاص ذوي الإعاقة، أهميتها كتير مهمة، إن كانت في العلاج الطبيعي، بالعلاج الوظيفي، إذا كانت في عملية التواصل، إذا كانت في العملية جانب الاجتماعي وخلطه مع المجتمع وتمكينه، إذا في أمور كتير كتير مهمة الرياضة. يعني الحمد داخلة لله. في كل هالمجالات. بكل المجالات. وعلاجية دكتورة. وعلاجية وفعلا علاجية، جوانب نفسية. يعني كثير من الأطفال اللي هن بيكونوا من ذوي الإعاقة لديهم الاكتئاب أو لديهم في مشاكل سلوكية أو غيره، نستخدم معهم برنامج الرياضة. الرياضة كثير مهم. بالإضافة إحنا منقول إنه دائما الرياضة قد إيه أهمية الأشخاص العاديين. صحيح. إحنا منقول العقل السليم في الجسم السليم. السليم، فبالتالي هون نفس الشيء قدراتهم هن الأشخاص هذول، أنت بس إنك تقدر إنك أنت تنمي هاي القدرات وتكتشف بأسلوب. المكان من القوة في بعض الأشخاص أنت وعم بتدربهم فعلا بيتم اكتشاف موهبة لديهم. موهبة الرياضة مثل ما بتوجد في موهبة بالفن، موهبة في الأدب، موهبة أيضا في موهبة عنا في الرياضة، وأثبت فعلا ليست فقط على مستوى دول الخليج، أيضا على مستوى الوطن العربي. الله. والوطن العالمي دائما. صحيح. أوكي، إنه هو في كتير أثبتوا بالرياضة، وصلوا لمراحل ووصلوا لأرقام قياسية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل. أبي أخذك إلى مساحة شوية بعيدة، أبي أستذكر معك مشاعر الأمومة وأنت تتوجين بجائزة الأم المثالية في عام 2017 بمركز الخرافي للأطفال ذوي الإعاقة في دولة الكويت. بعد هالمشوار، بعد هالعطاء، بعد هالتعب هذا اللي تعبتي مع بنتك، اليوم الدكتورة هالة تصعد منصات التتويج والتكريم بفضل وجود طفلة معاقة في حياتها تعبت عليها وربتها التربية الحسنة، واليوم أصبحت هذه الطفلة هي السبب لتتويج الدكتورة هالة بلقب الأم المثالية. أكيد كان شعور لا يوصف. فعلا أنا بقول لك شعور لا يوصف. الأم دائما هي زي إحنا ما بنقول هي نهر العطاء. صح. بتعطي بدون حدود وبدون مقابل، وعمرها ما بتنتظر إنها هي تشوف المقابل من أبنائها. صحيح. هي بدها تشوفهم أفضل ما بالدنيا، أفضل ما يعني بدها تشعر براحتهم، يكونوا مبسوطين مرتاحين. فأنا لما كنت بشتغل مع بنتي أنا عمري ما اطلعت على إنه أنا أخذ مكافأة مقابل. أو صحيح. مقابل أو تعزيز. تعزيزي كان لما أشوفها هي تتقدم خطوة وراء خطوة، لما أنا أدمجها في المجتمع، لما أجد إنه دكتورة يمكن على الشاشة الآن بالتوبوكس صور ما شاء الله من التكريمات ومشاركاتك. الحمد لله. في هذا المجال ما شاء الله تاريخ يعني مشرف بالفعل. الحمد لله والله. الحمد لله. شوف الإعاقة لما الأسرة لو بتنظر لهذه الإعاقة إنه هو اختبار من الله سبحانه وتعالى، وإنه هو هبة من الله. صح. هبة. صح. أوكي، وما منقول إنه إحنا زي ما هن لبعض الأشخاص أوكي بقول لك إنه هي مصيبة، لا هي ليست مصيبة. صح. هي منحة وليست محنة. أيوة ممتاز. طاقة وليست إعاقة.
ممتاز، كلمات هذه فعلا دائما لازم الكل يكررها. صحيح. هي كانت بالنسبة لي أنا بنتي أعطتني مجال كتير حلو، قربتني من الله، قربتني إلى العمل التطوعي، إلى الأعمال الخيرية، كانت خير علي وليست شر. الله. هي كانت سبب بأنها أنا فعلا أنه أنا أتوج الأم المثالية. دولة الكويت أكيد إلها كتير معزة كبيرة عندي. كان أول مشوار كنت أنا بدخل الكويت إني أكون أم مثالية. هذا أول دخول في دولة الكويت. أول مرة تكريمك كأم مثالية. كأم مثالية. جميلة الذكرى. اللقاء كان لما في المطار، الاحتفال اللي الله. كان موجود، أنا بكيت من المطار. من المطار أنا بكيت، يعني ما كنت بتوقع، يعني أنا شعرت بشيء أنا عمري ما حلمت فيه. أنا دائما بحاول من خلال مركزي إسعاد الآخرين، إسعاد الأسر، إسعاد الأطفال. لما بشوف ضحك الطفل الفرحة أنا مش حوصف لك إياها عبد الكريم، قد إيه بكون فرحانة. أنا بالنسبة لي والله ملامس يعني على أرض الواقع هذه الفرحة، وجميل أن تكون أول دخلة لك دكتورة في بلدك الأول دولة الكويت، مرتبطة بذكرى تكريمك الأم المثالية، واليوم دخولك أيضا للمشاركة في هذه الدورة مرتبط يعني أن حصلنا على شرف ظهورك معنا في برنامج من وطني. فإحنا راح نخلي لك في كل زيارة للكويت ذكرى ترتبط مع هذه الزيارة. الله يحفظك. رسالة أخيرة توجهها الدكتورة هالة لمن؟ بوجهها للأسر. أنا عندي أهم إشي الأسر، إنه لازم الكلمات اللي هي كررها عبد الكريم دائما على طول تكرروها. اختبار من الله سبحانه وتعالى. صحيح. اصطفاك ما بين العباد، أعطاك أمانة. صحيح. أمانة كتير غالية وكتير كبيرة، ستحاسب يوم الدين على هذه الأمانة. قديش رح تعطي، قديش هذا الطفل رح يعطيك، قدي أنت ممكن تعمل عملية تمكينه في المجتمع بدون خجل منه. صح. أنت أعطيه وشوف قديش ربنا حيوقف معك. من جد وجد، ربنا لا يضيع عمل إنسان جد واجتهد فعلا بضمير وبيزمة على هو إسعاد الآخرين. ما أجملها من رسالة. دكتورة هالة السعيد، رئيس ومؤسس مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة، ألف شكر، شكرا لقبولك الدعوة. إحنا يعني أمانة أخذناها من وسط المؤتمر اليوم، وألقت كلمة وعلى طول جت بسرعة. وفعلا كان تدشين للكتاب، وكان إلي مقالة مكتوبة فيها من 6 صفحات عن العمل التطوعي، قلت الكلمة وفعلا إجيت، لأنه أنا ما بقدر أقول لا للكويت ولا العبد الكريم لا. الله يحفظك، شكرا، ألف شكر. مشاهدينا يعني والله العظيم هذا النموذج المشرف، نموذج الأم التي نذرت نفسها وطاقاتها وجيشت الأسرة والمجتمع كامل لخدمة مو بس بنتها من ذوي الإعاقة، لكل أبنائها في الخليج اللي اعتبروا والوطن العربي اللي اعتبرتهم اليوم أبنائها في مجال الإعاقة. شكرا للدكتورة هالة السعيد. مستمرين معاكم إن شاء الله في برنامج من وطني، بنطلع نشوف هذا التغرير على الإسعافات الأولية، وبعدها بيكون لنا فقرة مع زميلنا المتميز محمد أكبر وبطل من أبطال الكويت في مجال الرياضة. خلكم معنا. مشاهدينا نرحب فيكم في فقرتنا اليوم مع الأستاذ إبراهيم ملك، رح نتعرف على خطوات الـ CPR. أستاذ إبراهيم، سنبدأ بأول الخطوات، يا ريت تكلمنا عنها. تكلمنا في فقرة سابقة عن التعامل أو طريقة التعامل مع المصاب المغمى عليه، قلنا عندنا طريقين، اللي يتنفس حطينا على جنبه اليسار أو اليمين وندق على الإسعاف لما على أساس يجونا ينقذون المصاب هذا. الطريق الثاني كان إنه ما يتنفس، هني راح نتعلم الخطوة عقاتهم واحدة تروى الأخرى. مرة ثانية هذا المصاب مغمى عليه، نضرب على أكتافه. ماريا نفسها ولا نغير اسمها؟ نغير اسمها. شو تسمينها؟ نسميها مريم. مريم كل بحرف الميم. مريم 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 مريم. مرة ثانية 10 ثواني ما ردت علي مريم، اتصل على رقم الطوارئ كم؟ تهديل 1-1. ممتاز. دقيت على رقم الطوارئ قلت لهم عندي مصاب مغمى عليه. بعد الاتصال على طول اكشف عن صدر المريض، بين النقطتين هذيلا ارسم خط مستقيم، منتصف الخط المستقيم هني راح اضغط بالطريقه اللي راح تشوفونها. ايد واحده تكون فوق النقطه اللي حددتها، الثانيه راح تكون كذي، ذراعيني مستقيمين، الحركه من اطراف او الجذع العلوي مني. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
اختي هذه نستمر لمده 30 ضغط على الصدر. بعد 30 ضغط على الصدر لازم اعطيه نفختين. النفختين يا اما اكون مجهز شاش او بلوسته او قطرته حجابه ايا كان عشان يكون مانع بيني وبين الانفكشن او العدوى اللي ممكن تصير منه، او يكون هذا مجهز يكون ينباع بالاسواق، ينباع في الاماكن الطبيه، اسمه البوكيت ماسك او القناع الجي بي اللي ممكن نعطي فيه التنفس. راح اتعلم اذا كان ما عندي اي معده. اهم شيء تعرفون اذا بعطي نفختين لازم افتح المسلك التنفسي بالطريقه هذه. مره ثانيه، ايد واحده تكون على الجبهه، الايد الثانيه تكون ماسكه الذقن بالطرف العظمي او الصلب، وتدفع الراس الى فوق. الحين المصاب مستعد يتلقي الهواء. احط او اسكر انفه واحط الشاش على فمه واعطيه نفخه، وكل نفخه لازم تاخذ ثانيه واحده. وعيني على منه مع النفخ، عيني على صدر المصاب، اذا ارتفع صدر المصاب اذا هذا الهواء كافي بالنسبه حق هو. اعطيتها نفختين وراح استمر مره ثانيه 1 2 3 4 30 واعطي نفختين 30 واعطي نفختين 30 واعطي نفختين، استمر لحين وصول الاسعاف او وصولي انا الى المستشفى. متى اكون خلاص يعني فقدت الامل؟ ماكو شيء بالاسعاف الاولي اسمه فقدان الامل، لازم استمر في العمليه هذه، خصوصا احنا نبي الناس اللي تكون قريبه من المصاب او المغمى عليه، عشان هي اكثر ناس تقدر تنقذ هالاشخاص هذه. انا كفني طوارئ طبيه او كدكتور على ما اوصل حق الموقع يبي لي 5 إلى 10 إلى ربع ساعه، فوايد راح يضيع على وقت المصاب. شنو الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه راح اعيد لكم عمليه التعاش القلبي الرئوي عشان تثبت عندكم، لان جدا هذه مهمه انا اركز عليها بكل المحاضرات. مره ثانيه بس بدون ما اسولف، سوالف راح تكون بسيطه. الحين هالمصاب هذا مغمى عليه، مريم 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 ما ردت علي، هديل اتصل على رقم 112. اكشف صدر المصاب بين النقطتين، اضغط 1 2 3 4 5 6 7 وصولا الى 30 افتح مسالك تنفسيه. لا تنسون تصكون انف المصاب وتحطون العازل وتنفخون. وتستمر العمليه 30 ضغط الصدر مع اعطاء النفختين، 30 نفخة صدر مع اعطاء النفختين، لحين وصول رجال الاسعاف، لحين وصول الخدمات الطبية او وصول الى المستشفى. هذا كل ما في الموضوع او موضوع عملية انعاش القلب الرئوي. في الحين جهاز نازل ممكن استخدمه لمساعدتي في بعض الامور في توقف القلب. راح اتعلمها ان شاء الله الفقرة جاية. ان شاء الله نشكرك على تواجدك معنا. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن هذه الفقرة تكون استفدتم منها. مع السلامة. حياكم الله من جديد. إنجاز كويتي جديد للبطل يوسف الشطي، واللي حصل على المركز الأول على العالم في جميع الفئات العمرية للموسم الآسيوي في سباق سبارتان ريس. تخيل المسافة تبارك الرحمن، وعين عليه بارتا، 21 كيلومتر جري مع تخطي 50 حاجز. هذه البطولة كانت مقامة في كوريا الجنوبية بمشاركة أبطال من جميع أنحاء العالم. فعلا هي فيها شروط، فيها قوانين، فيها شيء كثير. خلونا نرحب في يوسف الشطي البطل العالمي. حياك الله يوسف. الله يحييك بعد راسي حظك. كلمنا عن سبارتان ريس، هذه البطولة اللي ماخذة حيز كبير عندك أنت يوسف الشاطي، لكن السادة المشاهدين يبي يعرفون. وتبارك الرحمن لما أنا أقول 21 كيلومتر ما هو شيء سهل، و50 حاجز يعني بعد أصعب وأصعب وأصعب. صحيح. كلمني عن هالجانب. والله رياضة سبارتان ريس هي رياضة الحين صارت دارجة ومعروفة بالعالم كله، وصار لها اتحادات وأندية في جميع أنحاء العالم، حتى نعم. إن شاء الله في 2020 للألعاب الأولمبية في اليابان راح تكون موجودة. طبعا هي رياضة تعتبر من رياضات الحديثة، يتخللها تكون هي رياضة جري، وبنفس الوقت خلال الركض تكون في حواجز الرياضي لازم يتخطاها. نعم. يا حواجز طبيعية مثلا سباحة عبور نهر، تسلق جبال،
او تكون حواجز الشركه او المنظمه مالت السباق مسويتها، مثلا صعود حبل 5 متر، تشيل وزن معين تمشي فيه. كل هذا سويته يوسف؟ كل هذا سويناه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف التقرير مع بعض عن يوسف الشطي ورادين. سباق سبارتن من الرياضات الجديدة والتي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية إضافة إلى القوة والعزيمة، فتوقع أن تركض ثم تتسلق ثم تندفع وتسقط وتعبر التلال. هناك ثلاثة أنواع من سباقات السبارتن ريس، وهم السبرنت وهو أقصر المسافات إضافة إلى سبارتن سوبر، ودائماً ما يتم ذلك على تضاريس أكبر صعوبة. أيضاً هناك نوع يسمى البيست وهو ما يحتوي على 30 عقبة. ضيفنا اليوم هو البطل يوسف الشطي، وهو أحد أبطال هذه اللعبة والذي حقق العديد من البطولات واعتلى منصات التتويج في مختلف المسابقات حول العالم، رافعاً بذلك علم دولة الكويت عالياً. تبارك الرحمن، شفتوا التقرير ولو انه سريع لكن الميداليات هي اللي تتكلم عن نفسها. لكن ابي يوسف اني بهذه الحلقه، يوسف اخر صوره شفناك انت على المنصه ويمينك ويسارك الثاني والثالث. اي نعم. الفرق كبير دائما تاخذ بالانجاز بالفوز عليهم ولا دائما شويه يكون متقارب عدد ثواني؟ والله هو مو دائما كبير، لان اغلب المتسابقين يجون من جميع انحاء العالم، يعني نعم. يقول لك من امريكا، من كندا، من استراليا، من جميع الدول الاسيويه. بس الانجاز الكبير اللي حققته تو كان بهونغ كونغ. حلو. بيني وبين الثاني كان الحمد لله 10 دقائق. تبارك الرحمن. فكان يعني هذا انجاز. اي اكيد، تخيل يعني 10 دقائق بينك وبين الثاني، كان هذا رقم وايد 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 كبير. يعني انت غذيت المركز الاول، شربت ماي، قعدت سولفت مع اليمن لين وصل الثاني. لحظه. وكان هم الحمد لله الانجاز الكبير هم باليابان. نعم. طلعت الاول بطولتي. والاول اوفرول على يعني على جميع الفئات العمريه، تخيل يعني. تبارك الرحمن. اي فكان هم من الانجازات الحلوه الحمد لله. انت في هالرياضه تبارك الرحمن كامل، لكن ما في احد كامل. شنو ينقص يوسف الشطي في مثل هالمحافل، في مثل هالمشاركات عشان تحقق بعد اكثر واكثر؟ طبعا اكيد مو بس يوسف الشطي، اغلب اخواننا الرياضيين باللعبات الفرديه خاصه ينقصهم. نعم. التفرغ. حلو. ينقصهم المعسكرات. نعم. الامور هذه هي اللي تطور اللاعب الكويتي. اغلب الناس يقول لك الاجانب احسن منه، وهذا الكلام انا ما ايده نهائيا. شوف رياضينا الكويتيين خير دليل، انت قدامي الاول على العالم الحمد لله. مو بس انا، في رياضيين وايد ما شاء الله، كل محافل الرياضيه العالميه. صحيح. قاعد. صحيح. يبدعون ينجزون. نعم. من غير الدعم ما بيتكلم، مو ضروري الدعم المادي كثر ما التفرغ، المعسكرات. صح. الاهتمام حتى ذهنيا إعلامي. عشان شويه واحد يتفرغ ذهنيا. صحيح صحيح. نعم. فهذا. نعم. هذا اللي ينقص الرياض الكويتي اكثر شيء انا اشوف. الله يسهل عليكم هذا الامر. انا بروح الى هالبطولات السبارتن ريس، شنو الاشياء اللي يوسف يحتاجها قبل لا يدخل البطوله؟ بس المعسكرات ولا لا اشوف في اشياء ثانيه ممكن انت قاعد تقوم فيها عشان تدخل هالبطولات الثقيله القويه؟ والله هو طبعا التنظيم الوقت عندنا احنا كرياضتنا السبارتن شيء ضروري وايد وايد وايد، لان موضوع السفر من دوله لدوله، لان البطولات كلها دائما تكون بعيده عن الكويت. نعم. فموضوع السفر هذا يرهق الجسم. صحيح. لازم يجت لك والاكل. نعم. والجو، فالامور لازم تحط لك خطه عشان تقدر تبدع في البطولات هذه. فاكثر شيء كان يتعبنا التجهيز قبل البطوله، مو بس كتدريب، كاكل، كتنظيمك لوقتك،
هذا كان أكثر شيء كان يتعبنا بصراحة. مثل هذه الرياضة القدرة والتحمل أكيد يحتاج جسم، يحتاج قوة، يحتاج صبر، يحتاج يعني على قول تركيز. صحيح. في إقبال عليها على هالرياضة في الكويت، وفي إقبال خلينا نقول نسائي أيضا على هذه اللعبة. إيه والله ما شاء الله عندنا الحين توني أنا فاتح نادي صار له سنة الحين يدرب هالرياضة هذا، والحمد لله نفتخر إنه أول نادي في الشرق الأوسط ما شاء الله، وعندنا ما شاء الله كويتيين مبدعين حصلوا على المراكز الأولى في الفترة اللي طافت. عندنا أخونا عبد الله البعيجان، أخونا عبد العزيز المسباح، في ناس مبدعين، وعندنا أختي أنوار. نعم. في هم الكويتيات ما شاء الله مبدعين بالرياضة. ممتاز ممتاز. توا واحدة كويتية ما شاء الله طالعة مركز 13 اخت انوار بطوله بامستردام بهالرياض هذا على اوروبا يعني. حلو. في الفئات العمريه. اهم النصائح يوسف مثل الحين التلامذه اللي عندك في خلينا نقول النادي، شنو الاشياء اللي تحرص ان هالنقاط اللي انت لازم انه يصيرون فيك قبل لا تبلش اي تمرين او اي مسابقه؟ اهم شيء عندي الثقه بالنفس. حلو. الثقه بالنفس اول شيء ابتدي فيه ويا اي رياضي. نعم. اغلب الناس عندهم عدم القدرة بالثقة بالنفس، عندهم ما يؤمنون بنفسهم. نعم. فإحنا برياضتنا دائما أول بداية أهم شيء الواحد يثق بنفسه ويحط بباله أنه ماكو شيء مستحيل ويقدر يسويه، مع تنظيم الوقت والأكل والتمرين راح يوصل ويحقق كل أهدافه. أنا ودي ألقبك بالنينجا، لكن أنت عندك لقب أقوى من النينجا اللي هو تبارك الرحمن حصلت على لقب سفير الرسمي وممثل رياضة سبارتان ريس العالمية. وكونك العربي الوحيد الحاصل على هذا اللقب والعرب الوحيد المصنف عالميا في رياضة الحواجز، شنو يعني لك هذا الشيء؟ طبعا سفير الرياضة هذا الحين الحمد لله السنة الخامسة على التوالي ما شاء الله. الحمد لله حاليا مو أنا العربي الوحيد، في البداية في بداية أول ما بلشت رياضتي في 2015 كان هذا اللي يشرف أن أكون أول عربي، بس الحين ما شاء الله عندنا اثنين كويتيين، ثلاث كويتيين ما شاء الله سفر لهذه اللعبة، عيال المسباح اثنين، واحد من عيال المجيبل، فهذا أكبر دليل أبين لك أن اللعبة الحمد لله انتشرت عندنا في الكويت. جميل. وصار فيها أبطال وايد، وتذكر كلامي إن شاء الله الموسم الجاي بتشوفون أبطال وبطلات كويتية إن شاء الله راح يكونون دائما على المنصة إن شاء الله يرفعون. آخر سؤال ولو أنه أبي بسرعة يقول أصعب بطولة شاركتها بحياتك شنو هي؟ أصعب بطولة يحقق فيها يعني؟ والله ما في أصعب بطولة، في بطولة وايد وايد يعني، البطولات هي من صعوبتها ما راح تقول في أصعب بطولة. ايه؟ بس الحمد لله ما أكون إنجاز واحد عزيز علي، كل إنجازاتي بدام أنا قاعد أصعد للبوديوم وأرفع علم الكويت كل إنجاز هذا له معزة خاصة عندي. هذا هو الكويتي، وهذا السؤال اللي كنت أبي أحصله من يوسف بهذه الإجابة، الثقة بالنفس، القوة، الإصرار، العزيمة، الإرادة، تحقيق الهدف المنشود له وهو رفع العلم فوق المنصة ويرفع الميدالية ويسمع النشيد الوطني وين ما كان في أي دولة يحقق فيها الكويتي، وواحد من هالكويتيين هو البطل يوسف الشرطي. شكرا على تواجدك يوسف. الله يحفظك بعد راسك. وأتشرف بتواجدك، وأكيد لنا لقاءات أخرى إن شاء الله أكثر فأكثر. الشكر لك مشكور. هم نشكر حق كل من تابعني ووالديني، وهم نحب أشكر النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر تكريما لي في الفترة الأخيرة. نعم. والشيخ فيصل الحمود بعد. نعم. وأقول لكم يعطيكم العافية على الاستضافة وقواكم الله. حبيبي على رأسي، ويكفي العلم اللي محطوط على صدرك. جميل هذا البرنامج اللي يحمل اسم من وطني، ولما تشوف هالإنجازات الطيبة تفتخر بأنك تمثل هذا البرنامج لتقابل هذه الشخصيات اللي فعلا الواحد يفتخر فيها بشكل دائم تبارك الرحمن، منها للأعلى ليوسف وغير يوسف. أكيد احنا مستمرين وياكم بفقراتنا في من وطني، لكن بعد فقرة التغذية وزميلتي بدور صادق وضيفتها الكريمة. يعطيكم العافية، اليوم فقرة جديدة مع أخوكم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية محمد الصقر. أنا دائماً أغلب مجتمعنا يكون عندهم مشاكل في نزول الوزن، ودائماً أنا أقول يا جماعة ترى نزول الوزن وايد أسهل من الناس اللي تعاني من وزن قليل ويبون يزيدون وزنهم، لأن هذه الفئة لازم للأسف تحافظ دائماً على أكل معين أو كمية أكل معينة، ودائماً هذه الكمية تكون جداً مرتفعة لأن الله معطيهم معدل حرق جداً عالي. فهذيل الناس يحتاجون إلى دائماً يحافظون على كمية معينة من السعرات الحرارية عشان ما ياخذ من جسمهم ومن عضلاتهم، بالإضافة ولازم يمارسون أي رياضة فيها
قوة عضلية، رفع أثقال، مقاومة عشان يزيدون من العضلات، لأن هذيل الناس للأسف نسبة زيادة الدهون عندهم منعدمة تماماً أو جسمهم ما يخزن الدهون داخل الجسم، فهذيل الناس تحتاج أن يمارسون الرياضة. وغير هالحكي، لا تأخذون أدوية، لا تأخذون حبوب، لا تأخذون فاتح شهية إذا أنتوا ما تمارسون رياضة المقاومة، لأن الزيادة هذه راح تضركم. ممكن تزيدون، ولكن إذا زدتوا أغلب الدهون راح تكون على الكبد، راح تكون على الكلى، على البنكرياس أو حول البطن، وهذا جداً ضار. فأنا أنصحكم تمارسون رياضة المقاومة بالإضافة إلى تحافظون على كمية سعرات معينة. في وايد ناس تقول أنا ما أشتهي أكل، أنا ما أقدر أكل هذه الكمية. مو لازم تأكل يا جماعة، تقدر تأخذ تعوض الأكل بمشروبات الرياضة أو السموذيز، أو تقدر تسوي لك شيك تشربه على مدار اليوم، أو العصائر الطبيعية الغنية مثل الأفوكادو، مثل الموز حليب وتحط معه بروتين. في وايد أوبشن، روح حق المختصين عشان يفيدونك في هذا الموضوع. ويعطيكم العافية، أخوكم محمد الصقر ومع فقرة جديدة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. كثير ما نسمع عن الأعمال التطوعية في دولة الكويت، ودائما تلاقيهم يتفرعون ويتخصصون في مجالات كثيرة، لكن للأمانة لأول مرة نسمع أن هناك فريق تطوعي يؤهل المتطوعين المقبلين على الأعمال التطوعية. فريق بصمة النوايا الحسنة هو فريق تطوعي حاصل على ألقاب كذلك، وهو لقب سفراء النوايا الحسنة للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام. راح نتعرف أكثر، واليوم موضوعنا شلون نقدر نوفر الوقت ونكتسب وقت ونضيع وقت فراغنا في نقول أماكن سليمة أو في أشياء مفيدة. نتعرف على هذا الفريق أكثر من خلال التقرير التالي. من الأمور التي يمكن القيام بها لاستثمار الوقت بطريقة إيجابية هي تعلم مهارة جديدة تفيد الشخص في حياته العملية والاجتماعية معاً، وهذا يساعد على تحسين وضعه الوظيفي، إضافة إلى تحسين وتطوير قدرته على تكوين علاقات اجتماعية جيدة. منى بوتلف استثمرت الأطفال والشباب لتعليمهم مهارات متنوعة وتعليمهم استثمار الوقت لكسب مهارات جديدة ومنوعة. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير. ارحب بضيفتي وضيفتكم كذلك منى بوتلف، نائب رئيس بصمه النوايا الحسنه التطوعي. اليوم موضوعنا عن استثمار الوقت، وراح نتعرف شلون نقدر نستثمر وقتنا اكثر واكثر. يا هلا ومرحبا فيك استاذه منى في برنامج من وطني. اهلا فيك استاذه بدور، يعطيكم العافيه على الاستضافه، وشاكره لك على المقدمه الحلوه صراحة. سلمك تسلمك. احنا بصمة النوايا الحسنة فريق نأهل الفرق التطوعية حق التدريب في العمل الإنساني. نعم. نستثمر طاقات الشباب. جميل. يعني في الأطفال، المتقاعدين، كبار السن، ذوات احتياجات الخاصة، جميع الفئات. نعم. فندربهم على نهيئهم حق العمل التطوعي، يعرفون أهدافهم، يعرفون شلون يستثمرون وقتهم عدل. نعم. استثمار الوقت هو تنظيم وتخطيط، ونحدد أولويات شنو يبي يسوون. جميل. استثماره في استثمار ناجح يفيد الفرد والمجتمع. نعم. هناك الكثير من الناس الأمانة ما هي عارفة أو فاهمة مفهوم استثمار الوقت. الناس مو فاهمة شنو
عندي وقت وايد ما أعرف. هي مو فاهمة، هم فاهمين شنو عندهم وقت لكن مو عارفين وين يقضون وقت فراغهم، وين يقضون وقت الفراغ مو عارفين. إيه إن اللي قاعدة أو طالعين السوشيال ميديا أو يضيعونه في مجمعات، لا، لكن وقت الفراغ لازم تستثمر استثمار ناجح يفيد فيه فرد والمجتمع، يفيد فيه نفسه. نعم. يعني يحطها في أماكن صحيحة. نعم. أستاذة منى، لو نبي نتكلم عن الأعمال اللي تقومون فيها في فريق بصمة النوايا الحسنة، شنو هي الأعمال التطوعية؟ إحنا أعمالنا التطوعية، إحنا نشتغل أعمال تطوعية في شتى المجالات، أعمال تدريبية، تأهيلية، ورش، نهيئ الناس المنتسبة حقنا كأعضاء أو فرق أخرى حق العمل التطوعي والإنساني، نطور من ذاتهم، نساعد في أسر متعففة. يعني مجالاتنا في احنا كذلك عندنا صور الشاشة قاعد تعرض أعمالكم التطوعية أو ورش التدريب اللي أنتوا قاعد تقدمونها للمجتمع ككل. دائما نشوف الفرق التطوعية أغلبها للأمانة تقدم مثلا مساعدات للأسر المتعففة أو ذوي الإعاقة أو جميع فئات المجتمع المحتاجة، لكن اليوم فريق بصمة النوايا الحسنة التطوعي يتكلم على شلون يساعد ويؤهل نقول المجتمع أو أفراد المجتمع في عدة قضايا. صح، نشرح للسادة المشاهدين. إحنا هدفنا ورؤيتنا نحو مجتمع أفضل. نعم. حلو. فلازم عشان أنا أحقق الرؤية لازم أنا أخذ فئات، يعني جميع فئات الأعمار، الأطفال، كبار السن، ربات المنازل، أنا أوديهم عشان أستثمرهم استثمار ناجح. لازم أعلمهم. جميل. إيه، لازم هيئهم حق التدريب، حق التطوير، حق تطوير الذات. حق في عندنا شباب مثلا ما عنده ثقة في نفسه، مهزوز، يقول ما أقدر، أستحي، ما شلون أي أشتغل في عمل تطوعية، أو شلون أساعد أسر متعففة، أنا وايد من نوع الحساس. لا، إحنا نقوي الشخصية. إحنا نزرع فيه شغف العمل. طيب أستاذة منى، شلون الناس تشارك مع الفريق أو تقدم ورشكم العمل؟ شنو مثلا المقبلين عليه في الفترة المقبلة؟ شروط الانضمام لفريقكم؟ احنا ما عندنا شروط انضمام. تمام. عندنا انستغرام مالنا، اي احد، وعندنا الارقام بالتواصل مع الفريق، فاي احد يبي ينضم عندنا يتواصل ويانا في ارقامنا في انستغرامنا، ونسوي وياه مقابلة، نشوف شنو هو اللي فيه. نعم. في ناس يقولك انا ما أعرف شنو هوايتي، ويانا مديرة بصمة النوايا الحسنة أستاذة خلود العجيري. نعم. هي محللة الشخصيات. نعم. وهي تعرف يعني مثلا الإنسان بالعربي، الإنسان. نعم. الضايع مو عارف نفسه، هي تحلله. نعم. يعني إحنا نعطيه ثقة بنفسه. جميل. أنت تقدر تسوي شيء، أنت عندك، لا تقول أنا ما عندي هواية، لا، لو شيء بسيط. إحنا عندنا أعمار من 7 سنين قاعد نستفيد من خبراتهم. أنا أوجه للسادة المشاهدين هذه النقطة عن الأستاذة خلود العجيري، بصراحة فعلا يعني قالت لي قبل بعض الكلمات قبل على الهواء، مع أنها كانت مساحة صغيرة أو مدة صغيرة كانت بيني وبينها، لكن أنا أنصح فعلا أن الأشخاص اللي مو عارفين وين يروحون، شنو هواياتهم أو شنو أهداف طموحهم، مو غلط أن الواحد يروح حق أخصائي نفسي يحلل شخصيته، ومن بعدها يدخل الفريق بصمة النوايا الحسنة لنقول يستثمر وقته أكثر ويضيع وقته في شيء مفيد أكثر ويكتسب مهارة أيضا. نعم. طيب أستاذ منى، لو نبي نعرف الأعمال أو الدورات اللي ستقام في يعني حاليا، أو يعني الأنشطة اللي أنتوا راح تقومون فيها حاليا عندكم الحين؟ يعني احنا نشاطنا الجديد واللي قاعد نسوي فيه دراسه، قاعد ناخذ الاسر المتعففه. نعم. نعلمهم مهنه تدريبيه مثلا، حياكه، في شيء جديد، في شيء جديد، هذا جديدنا. شنو جديدنا؟ ان ناخذ مجموعه من الاسر المتعففه، وهذا في المجان. جميل. نعلمهم حياكه، نعلمهم صنعه معينه ونوظفهم فيها. نعم. اي يعني. نعم. مثلا عندنا ناس، عندنا استاذه تعلم الحياكه حق حرف يدويه. حرف يدويه. نعم. عندنا استاذ يعلم النجاره، الصباغه، الديكور. نعم. فاحنا هذا هدفنا وهذا جديدنا.
شكرا لك استاذة منى ابو تلف. يعني احنا حابين ان فعلا ان احنا نتكلم ونتحاور معك اكثر وناخذ منك معلومات اكثر ونكتسب منك كذلك اشياء اكثر، لكن الوقت داهمنا. شاكرين لك وجودك معنا استاذة منى ابو تلف في برنامج من وطني. يعطيك العافيه حبيبتي. الله يعافيك. اذا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفتنا منى ابو تلف نائب رئيس فريق بصمة النوايا الحسنة التطوعي. راجعين لكم بعد قليل انا وزملائي اكيد في دردشة خفيفة، تابعونا لا تبعدون. مشاهدينا حياكم الله، وصلنا معاكم ختام حلقتنا اليوم برنامج من وطني. نتمنى ان شاء الله مثل ما وعدناكم في المقدمه ان نكون قدمنا موضوعات متميزه وضيوف متميزين ان شاء الله ومعلومات احنا استفدنا يمكن قبل الساده المشاهدين لا يستفيدون منها، وان شاء الله راح نستمر معاكم على هذا التميز. شفنا ابطالنا في الرياضه، شفنا ايضا ضيوفنا من الدول الخليجيه الشقيقه، وشفنا ايضا الطاقات الايجابيه اللي اليوم كانت معانا في فقراتنا العديده من برنامج من وطن. يعطيكم العافيه زملائنا. الله يعافيك ان شاء الله. وفعلا كانت حلقه مميزه، خميس جمعه سبت والله مره بسرعه. اي والله بسرعه ترى. نعم واحنا شيء حلو بسرعه بسرعه بسرعه. اي والله تبارك الرحمن. على العموم نشوفكم ان شاء الله في الاسبوع القادم خميس جمعه سبت اكيد من الساعه 5 الى الساعه 6، والختام دائما يحلى مع بدور. تسلم يطول لي عمرك. انتم طبعا مشاهدين الكرام على موعد في الاسبوع المقبل مع زملائي الاعزاء حبيب العبد الله، عبد الله دشتي، محمد اكبر، عبد الكريم العنزي في برنامج من وطني. نذكركم دائما تفائلوا، الامل ما زال موجود. فوض امورك لله وخلي الباقي على الله واترك الماضي وانظر لقدام. الامل نرد نقول ما زال موجود. نترككم في حفظ الله ورعايته. مع الف سلامه. طبعا الله. مع السلامه.